السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، الله يعطيكم العافية. زمان ما حكينا معكم، السبب كان انه الوضع في رفح سيء، وانا لحتى الان ما زلت في مدينة رفح. مثل ما بتشوفوا كان هنا كل مكان في خيام، كل هذه المنطقة كان فيها خيام، ولكن الان شبه فاضية، والسبب انه الناس راحت ورحلت على خانونس ودير البلح. والله وانا ضايل مكاني. السبب انه اول شيء ما جيناش انذار نحن في غرب رفح بالاخلاء. الاهم من ذلك انه فك الخيمه ونقل الخيمه والشغلات هذه شغله صعبه جدا، مش مثل ما بعض الناس بيصوروا لكم. نقل الخيمه او النزوح من مكان الى اخر بده نقل، فيش مواصلات، كل شيء غالي، كل شيء مكلف. يعني عشان تنقل خيمتك من هلا خانونس بدك مواصلات لا يقل عن $200 $250، يعني حركة 700 ل1000 شيكل أو 900 شيكل. هذا واحد. اثنين، فك 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 الخيام هذه بلا مؤاخذة معمولة من مسامير، فاهمين علي كيف؟ الخشب هذا من كثر المسامير ما بدوك فيه مسامير مرة على مرة بخرب وببطل صالح لأنه يندق في حاجة. هذا اثنين. ثلاثة والأهم، النقل بده مي، يكون حواليك مي، والمي في المناطق هذيك المنكوبة خلينا نقول زي خانونس منطقة كانت حرب، وطلع يعني زي الأرض بحشوها، ما ظلش أغلب الخطوط تعطلت، خطوط المي تقطعت تنيلت، قائمين على إصلاحها، ولكن في البداية وفي النهاية بدك مي. عشانك بدك مي، بدك تروح مسافات وتدفع فلوس وإلى آخر الأمر عشان تحصل على مي. نحن هنا موجود عندنا المي تقريبا بشكل يومي، كل يوم عندنا مي، يعني بتيجينا المي مرة في اليوم، مرتين في اليوم، مرات بتيجي طول اليوم. فهذا المكان بالنسبة لي حتى لو كان يعني في شوية خطر نوعا ما، هو فيش في غزة مكان واحد آمن، والله ما في غزة مكان واحد آمن. فعلى هذا الأساس نحن بنظلنا قاعدين في مكاننا، حتى المية الحلوة عندنا متوفرة بحمد الله في مدينة رفح، فاهمين علي؟ أي مثل ما أنتم سامعين القصة. وما فيها أنه حاولت والله أني أصور أكثر من فيديو وأرفعه، ولكن ما كانش في إيدي أني أقدر أعمل هيك. مش علشان الانترنت بس، انه الانترنت صار اقل او صار أقل، يعني كنا في اكثر من مكان في انترنت حتى لو كان غالي الثمن بس كان يلبينا. اليوم فيش الا مكان واحد، وين رايح اشوف ارفع هذا الفيديو عليه ان شاء الله ما يكونش طالع او يكون نزح من المنطقة الى مكان تاني ما نعرفش نجيب انترنت. فهذه من احد من الاسباب اللي انا ما تكلمتش فيها وحكيت. بالنسبة لرابط الدعم، رابط الدعم صار مشاكل على رابط الدعم، صار الليمت هاي ترافيك، وقف رابط الدعم وإلى آخر الأمر، ولكن الحمد لله رب العالمين. على كل حال بنحاول نعمل رابط تاني للدعم، جو فاوند مي أو حاجة زي هيك، ولكن لحتى الآن لم تمكن من ذلك الحمد لله رب العالمين. فأنا هين الحمد لله بخير، أولادي لحتى الآن بخير. كثير من الأشياء الواحد بعاني منها، ولكن في النهاية وفي البداية هاي اللي إجانا وهي اللي انفرض علينا، ايش بدنا نسوي؟ بدنا نقول الحمد لله، وبدنا نمشي في هالحياة مع انه كل مالها من اسوأ لسيء لاسوأ، ولكن ان شاء الله كل ضيق وراه فرج. وانا والله دائما بكلمني مدحت اخوي، ودائما بقول له بلغ الشباب الطيبة انه لسه نحن بخير. حتى اخر مرة كتبت له كان الصبح، اجى انترنت شوي وكتبت له حتى ما لحقناش اتكلم انا وياه فصل. على كل حال الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نراكم في فيديوهات تالية إن شاء الله رب العالمين. بحاول أنا أنه تنشطوا القناة، حاولوا تتفرجوا على الفيديوهات القديمة، حاولوا أنه ترجعوا على تاريخ الفيديوهات القديمة اللي كنت أتكلم فيها أنه حيصير شغلات، وفي شغلات قاعدة عم بتصير، فتفرجوا بتستفيدوا منه، بتتسلوا في نفس الوقت، ومنه كمان القناة بتضلها فعالة. كل حبي واحترامي لكم. أي إنسان بده يدعم أو بده يدعمنا بأي حاجة يتواصل معي على الواتساب أو الإنستغرام الخاص فيه، موجودة عناوينهم في صندوق الوصف دائما. تحياتي لكم جميعا.